دي مبادره طيبه اللي قامت بها المكتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين، حيث وفرنا جميع المواد الغذائيه في هذا رمضان بواحد الثمن اللي هو رمزي، وكانت الاستفاده ديال جميع القطاعات اللي منضويه تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، وكنشكرهم بهذه المناسبه ومناسبة ديال رمضان وهذا الحجر الصحي، بحكم ان الاغلبيه ديال الناس جالسين ما خدامينش وهذا الشيء اللي كاين. كنشكروا السيد الكاتب الاقليمي السيد ادريس بلهاط على هذه المبادره النبيله اللي تيقوم بها في الظرفيه اللي كيزدجها المجتمع بوباء كورونا. المساهمه الجباره اللي كتقوم بها الاتحاد العام للشغالين بمدينه فاس. كنشكروا السيد الكاتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بمدينه فاس على هذه المبادره القيمه والمبادره النبيله اللي كتعاون الطبقه الشغيله وكتعاون الطبقات المعوزه في هذه المناسبه ديال مرحله ديال وباء كورونا كيجتاج المجتمع المغربي. هاد المبادرات اللي كانت دائما تستهدف سواء العامه او الخاصه كنتكلموا هنا على مناضلي ومناضلات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فاس فرع فاس وخاصه القطاعات التابعه لها والمنتسبه له. الان من بعد ما قمنا بهاد المبادرات اللي كانت كتهم التعقيم، كانت كتهم مجموعه ديال توزيع مجموعه ديال الوقيات ومجموعه ديال المساعدات الماليه والماديه، الان حاولنا اننا نديروا الاستهداف او نكون الجهه المستهدفه هي القطاعات الغير مهيكله، القطاعات اللي ما استفدتش لا من الرميد، ما استفدتش من داك صندوق ديال الفيروس او صندوق الجائحه، وبالتالي حاولنا انه نرفعوا واحد العبء سواء على الدوله سواء على المواطن من جهه الموقع ديالنا، لانه الكل الان مدعو انه يشارك وينخرط من الموقع ديالو باش ينقص من العبء اللي راه كاين الان حاليا على الدوله وكاين على المؤسسات وعلى هاد الصناديق، اللي هاد الصناديق لابد في كل حال من الاحوال انها غادي تخوى بحكم ان التمديد الحاجر، بحكم ان حاله الطوارئ لا زالت قائمه، وبالتالي غادي يرجع غير يرجع العدد ديال المتضررين كيكبر نهار على نهار. الان حنا في اطار هاد الفكره، اللي يمكن انه غادي تكون موازيه لذاك التمديد ديال الحجر. علاش موازيه؟ لانه الا جينا نخدموا بداك المبدا ديال التسول ديال نعطيو للناس ونعطيوهم القفه وكذا، هذا غيكون عنده واحد الظرفيه محدده زمانا. الان كنحاولوا ان داك الزمن نمددوه، باش نمددوه اننا نديروا داك المتجر التضامني. هذا المتجر التضامني عباره على متجر فيه مجموعه ديال المواد الغذائيه، يوم على يوم كتختلف، يوم على يوم كتزاد، يوم على يوم، لان اليوم نجيبوا 20 برودوي، غدا نجيبوا 30 برودوي، بعد غدا نجيبوا، ولكني ما يعني الحاجه الوحيده اللي عجبتني هو انه منذ فتح هذا المتجر يعني اصبحنا كيتوافدوا عدد كبير ديال الناس سواء من المواطنين العامه وسواء من المنتسبين، ولكني دائما كنسبقوا المنتسبين، لانه هذا انا قلت موجه للقطاعات الغير مهيكله والقطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام. كنلاحظوا بانه كما قلت كاين اقبال كبير، هذا الاقبال تيظهر وكيبين بانه كاين مجموعه ديال الناس، غالبيه الناس متضره من هذه الجائحه. بويسكو متضره كنحاولوا ما امكن في عوض ما غادي يستافدوا 20، بهذا المتجر غادي يستافدوا 40، يعني 50% غادي يتحملها المكتب الاقليمي من مبلغ المواد، و 50% غادي يخلصها المناضل او المناضله او المنتسب للقطاعات، وبالتالي غادي تطيح عليه شويه الامور ناقصه بزاف. يعني الا كانت عنده الفاتوره ديال 500 درهم غطيح عليه 250 درهم، بحال في عوض ما غنقولوا له احنا ساعدناك 250 درهم، 250 درهم رفع العبء ديالها عليه.